المواترة 36 في حلقة جديدة من برنامج الحصيلة الرياضية. حلقة اليوم سنسلط فيها الضوء عن الجولة 29 من بطولة القسم الوطني الثاني، مع التطرق لفريق المدينة الأول النادي الرياضي القنيطري. يرافقني دائما في تحليل برنامج الحصيلة الرياضية الزميل الصحفي براديو MFM سيد عمر أشبه. مرحبا بك سي عمر. مرحبا سي محمد البحري، مرحبا سي محمد أوصار مخرج الحلقات، مرحبا بالمتابعات ومتتبعي الحصيلة الرياضية على قناة كينيترا 36. سي عمر، جرت اليوم الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة القسم الوطني الثاني. هذه الجولة حسمت في بطاقة الصعود الأولى، والتي كانت من نصيب فريق نهضة الزمامرة، فيما الورقة الثانية لا زالت ملعوبة بين فريقي رجاء بني ملال وأولمبيك التشيرة. الدورة سي عمر عرفت الخروج الرسمي للمغرب الفاسي والنادي الرياضي القنيطري الذي عاد بتعادل من شباب بلغريك. أظن هذا الخروج ديال الكاك. فهو كما ذكرت الخروج ديال النادي القنيطري والمغرب الفاسي، وهذو هما المرشحين اللي كانوا مرشحينهم. رجعتي لشهر سبتمبر وشهر اكتوبر وسولتي شكون اللي غيصعد القسم الاول، 100% الناس كانوا كيقولوا النادي القنيطري والمغرب الفاسي، ولكن مع الاسف قدر الله ما شاء ما فعل ما شاء. يعني بعد موسم، خاصة نظرة للفريق ديالنا، بعد موسم فيه طالع هابط طالع هابط، فارق 14 ديال بهدف اليوم 15 تعادل، إذا يعني نصف المقابلات ديال الموسم 15 تعادل. إذا لا كنت باغي تطلع دير 15 تعادل كنظن غادي يهرب عليك، غادي يهرب عليك. سي عمر، كما توقعتي يعني قبل دورات عديده بان فريق نهضة الزمامرة يعني حسم اليوم رسميا الصعود، فيما الورقة الثانية لا زالت ملعوبة بين رجاء بني ملال وأولمبيك التشيرة. كما ذكرت لك، فريق اللي ما كيعرفوش الناس ان فريق نهضة الزمامرة راه من احسن الاندية في وسائل اللوجستيكية والملاعب والوسائل ديال النقل. يمكن نقول لك انا البارح كان معايا الرئيس ديال نهضة الزمامرة لانه باتوا هنا في مدينة قنيطرة، هو زميل صحفي معنا في اذاعه MFM سي احمد الزوين، كنحيوه من هذا المنبر وكنهنيه كذلك على الصعود. وكنت سولت ما كنتش عليك، سولت قلت له ربما يشاع هنا عندنا في قنيطره انكم كاين شي اتفاق بينكم وبين اتحاد سيدي قاسم على انكم تعادلوا باش هما يفلتوا وانتم غادي تاخذوا النقطه اللي كتطلعكم. قال لي الفريق اللي داير 20,000 درهم بريم للاعبين ديالو واش غادي يمشي يساوي فريق اخر؟ اذا نهضة الزمامرة جاب بحظوظ كامله ديالو، ضيع ضربه جزاء كان يقدر يفوز باللقاء، ولكن داك الشيء اللي جا عليه حقه، وهو النقطه اللي كتعطيه مباشره صعود للقسم الوطني الاول. وهذا بطبيعه ما جاش من فراغ، لان فريق كما قلت لك راه حقق صعود هذا هو الرابع، لان طلع من الهوات جوج الهوات هذا الى الناسيونال القسم الثاني الى دابا القسم الاول. اذا بقى غادي بواحد يعني بوتيره واحده، وهذا هذا هو اللي كيبان، هذا هو المشروع اللي كنطالبوا به دائما. الانسان حط واحد المشروع امن به وخدم عليه. هاد الناس خدموا على المشروع ديالهم وجاب لهم لا تيسير، وبلا ما نساوش ان نهضه الزمامره راه ما لعبوش المقابلات كاملين في الملعب ديالهم، والثاني لعبوا في الملعب ديالهم كيلعبوا بدون جمهور. يعني إذا فريق منظم، كانوا كيديروا تحفيزات قوية للاعبين ديالهم، كي غادي نقول لك أنا أنهم صعدوا ب 700 مليون. 700 مليون. نحن بدورنا سي عمر يعني نهنئ فريق نهضة الزمامرة بمناسبة صعوده إلى البطولة الاحترافية في قسمها الوطني الأول. بقات سي عمر الورقة الثانية ملعوبة بين فريق رجاء بني ملال وفريق أولمبيك التشيرة اللي جا من بعيد. شكون اللي تتوقع سي عمر بان البطاقه الثانيه تكون من نصيب، وعلما ان رجاء بني ملال يحتاج الى نقطه واحده فقط؟ وهي الحدود دابا ولات ديال قويه عندنا عند الفريق ديال اولمبيك التشيره،
ولكن هذا في حاله الى 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 ما كانش نتيجه من غير التعادل او من غير الهزيمه الفارقه ديال الرجاء بن يمنى، لان في النسبه الخاصه كاين امتياز ديال الاولمبيك تشير. انا صفق فاز على ما اظن بتشير 3-1 وخسر 2-1 في بين. اذا بالنسبه الى وصلت اقتضى الامر الوصول الى النسبه الخاصه، إذا هزيمة بني بلال وفوز أولمبيك تشيرا تساوي صعود أولمبيك تشيرا. تعادل أو فوز ديال أولمبيك ديال رجاء بني بلال كيعطيهم أوتوماتيكمون الصعود إلى القسم الوطني الأول. واليوم حنا بعد اللقاء والزملاء ديالنا في إذاعة الإم إف إم، لأن اليوم كانت فرحة عارمة في الملعب بحال أن الفريق راه طلع وآمن بالصعود، ولكن الفرحة ما دامش، لأن ملي سمعوا النتيجة ديال مغربي فاسي مع كتيرا تحفظوا نوعا ما. والمدرب مراد فلاح حتى وفقنا هذا قال لك حنا نمشيو خصنا باش ما نخسروش، يعني غادي نمشيو يدافعوا على حقوق على الحقوق ديالهم في الصعود الى اخر الامر. الدوره سي عمر كذلك يعني عرفت النزول الرسمي لفريقي شباب قسم التعادل وشباب المسيره، بالمقابل نبقاو حنا في الفرق ديال انديه الغرب، فريق اتحاد سيدي قاسم ضمن رسميا البقاء بعد تعادله اليوم امام نهضة الزمبرة ملعب بلقسان. اولا كنهنيو فريق اتحاد سيدي قاسم على الموسم اللي قدمه، ما نساوش انه لعب جميع المقابلات خارج الملعب ديالو، يعني خارج مدينه سيدي قاسم. حنا كنعرفوا القوه ديال فريق اتحاد سيدي قاسم في الملعب ديال العقيد العلاب، انه كما كيسموا حفار القبور. فمع الاسف المسؤولين لا زالوا ما وجدوش ذاك الملعب ديال العقيد العلاب. انا كنظن ان الحمد لله وكانوا هذه السنه لاعبين انهم باش ما يطيحوش تحقق لهم المراد، ولكن الى مشى فريق الاتحاد سيدي قاسم ترجع للميدان ديالو فلازم الحساب معاه في الموسم المقبل ان شاء الله. نرجعوا للفريق نالي وفريق النادي الرياضي قنيطري، اكيد بان الازمه الماديه الخانقه اللي تخبط فيها الفريق في بطوله هذا الموسم يعني كانت يعني السبب الرئيسي في عدم يعني صعود الفريق الى بطوله القسم الممتاز. اكيد، لان ملي ما كتكون ازمه ماليه هي كتنعكس على المردود العام ديال الفريق، لان كما ذكرنا مؤخرا ان كان تقريبا 12 او 14 منحه ما مخلصينش فيها اللاعبين. المدرب 5 اشهر حسب ما صرح. المدرب حسب ما صرح به هو مسؤول عن الصلاح ديالو، قال لك 5 ديال الاشهر، اللاعبين ما عرفناش الوضعيه ديالهم كما دايره. حنا كنعرفوا ان الحاليه ديال فريق النادي القنيطري، ان في ظل الحكم ديال المحكمه جميع الحسابات محجوزه. فاكيد هذه الازمه كان لها واحد النصيب كبير وكبير جدا في المسيره طيله الموسم ديال النادي القنيطري. ولتسليط الضوء عن خروج النادي الرياضي القنيطري من سباق الصعود الى بطوله القسم الاول، نربط الان الاتصال بالزميل الصحفي بجريده المساء السيد كريم شكري. ضيع حلم الصعود الى القسم الوطني الاول. نعم. فاعتقد ما عرفتش انا واش غنتكلم بالقبعه ديال الصحفي او واحد عنصر من العناصر ديال الجمهور القنيطري. على اي حال فنأسف كثيرا اللي ضيع الحلم ديال الصعود، فكان بكل تأكيد انه كان موسم يعني مشوق، كانت مجهودات دارت على المستوى التقني على المستوى الاداري ما يمكنش نكروها، الا انه دابا في هذا الحيز هذا ما يمكننا نهضروا الا على الاسباب التي ساهمت في تبخر حلم الصعود. واكيد بانه الاسباب والخلفيات التي ادت الى هذا الوضع هذا ما يمكن الا تكون مباشره وغير مباشره. فيما يتعلق بالاسباب المباشره فالاكيد انكم ما زلتم تتذكرون المباريات اللي ضاعت فيها النقط بشكل اللي شفنا كاملين. على ما اعتقد كانت وقيله 9 مباريات انتهت بنتيجه التعادل، على الرغم بانه كان ديما فريق النادي القنيطري كان كيكون متقدم في النتيجه. اعتقد بانه بعض الانتدابات ما عطاتش ما كانوا منتظرون منها، وهنا غادي نتوقف بزاف.
بزاف لانه لسوا في المستوى الذي يؤهلني كي اتحدث على الانتدابات الى غير ذلك. بالاسباب التي ادت من طبيعه الحال الى هذا الوضع هذا، قلت قبيل الاسباب غير المباشره تتعلق مثلا بالازمه الماليه، كتعلق بالمشاكل اللي معروضه على القضاء، مع كل ما يمكن ان تحدث هذه المسائل هذه من بشويش على التركيز ديال اللاعبين وعلى المزاج العام ديال الفريق. اظن بانه هذه هي يعني الاسباب اللي نقول لك المهمة اللي كتبنا حنايا كإعلاميين. للأسف الشديد اليوم كنطلع على واحد مجموعة ديال التعاليق والتدوينات في فيسبوك، على خيبة أمل سائدة يعني على مستوى العشاق والمحبين ديال فريق النادي القنيطري. هذه هي كرة القدم، هذه هي المستدير. من خلال تدخل ديال الزميل كريم شكري، يعني في إطار إعادة الهيبة، يعني الحلول الآن من أجل إعادة هيبة النادي الرياضي القنيطري في أفق الصعود إن شاء الله، أثار يعني إشكالية كبيرة جدا، اللي هو الحكم القضائي اللي ربحوا الزعاب على مستوى الحكم الابتدائي والاستئنافي. اكيد ان هذا اكثر استعمار مستقبل النادي. اكيد، فهو كريم شكري كما كنعرفوه كنلقبوا فيلسوف الصحافه الرياضيه، فهو حط تساؤل ولكن راه عطى الجواب من خلال التدخل ديالو. ما هو الجواب؟ هو التنازلات، راه خاص التنازلات. راه الا بقينا في هذا الشد الحبل لا ما غنديرو حتى شي، لازم تنازلات من عند اللي صالحوا الحكم، اللي ضدوا الحكم، المسيرين السابقين، كما ذكرت ديك المره، من عند الناس المشجعين، من عند المنخرطين، من عند فاسيل حلاله لابوس، من عند بزاف ديال، لا ما تنازلناش وجلسنا الارض ونغسلوا الغسيل ديالنا بيناتنا، راه ما عمرها السفينه ديالنا ديال القنيطره غادي تزيد لقدام، اسمع متاكد. إذا لابد من الجلوس على طاولة التفاوض. لابد، وأنا قلناه مؤخرا ملي كنا جالسين مع الزميل القداوي، قلنا أن ضروري أن يكون جلوس أطابل ويكون شي نقاش حاد، إما في أحد الفنادق أو لا ياخذ مبادرة منخرط أو لا شي مسير ويجلسوا يديروا شي جلسة يديروا فيها العشاء ولا يديروا فيها البوكس ولا يديروا فيها اللي عجبهم، ولكن يخرجوا لنا بنتيجة اللي غتكون في صالح الكاك، مصلحة الكاك فوق كل اعتبار. إذا سي عمر، كانت هناك خيبة أمل كبيرة في القنيطرة وخصوص جماهير النادي الرياضي القنيطري الذين كانوا يمنون النفس في الصعود هذا الموسم إلى بطولة القسم الوطني الأول. أعني الجماهير الخضراء وجماهير حلالة بويز اللي وقفت مع الفريق ديالها منذ البداية إلى آخر دورة. شنو تقولنا سي عمر على هذا الفصل هذا؟ هو هذا الفصل هذا مشكور، لأنه هو اللي هذا، أنا بكل صراحة أصبح القنيطرة ولات معروفة بفصل حلالة بويز أكثر من نادي القنيطرة، ولات الفصل ديال حلالة بويز هو اللي كيلمع الصورة ديال النادي القنيطري في المغرب كامل. كما كنقراو عدة تعليقات، جميع الجماهير المغربية تتمنى عودة فصيل حلالة بويز إلى المدرجة ديال القسم الوطني الأول ومن خلاله فريق النادي القنيطري. إذا هاد الناس هادو إلا كنا كنلعبوا شي بطولة، هاد الناس راه ما عمرهم غادي ينزلوا للقسم الثاني. هاد الناس دائما ضمن الفصائل الموجودة في المغرب الأربعة الأولى، ما نعرف شنو غنصنفوا، المهم مع هذوك الربعة الأولين اللي في المغرب بكل، وأنا كنرفع لهم القبعة ودائما كنقولها، كنرفع لهاد الناس القبعة واللي نطلب منهم أنهم حتى هما يديروا شي تنازلات لمصلحة فريق النادي القنيطري. فعلا جماهير حلالة بويز تستحق أن ترفع لها القبعة نظرا يعني لتميزها في التشجيعات ديالها وحتى في الطلعات ديال التفوات ديالها. إذا انتهى كل شيء سي عمر، اليوم شنو يمكن له يدار سي عمر بالنسبة للموسم المقبل؟ هو سي محمد كان حلما
جميلا، ولكن مع الأسف في الأخير جانا بغطاط وفيقنا، فقنا على أننا ضيعنا فرصة ديال الصعود، حلمنا موسم كامل ولكن ما جابش الله، ولكن فوق طاقتك لا تلام. أكيد الناس داروا مشكورين بجهودات ديالهم، بالوسائل اللي كنعرفوها، بالمشاكل اللي كاينه، كنا كنتصارعوا مع انديه منظمه مهيكله بحال نهضه الزمامره، من الانديه المهيكله بشكل جيد، انا باقي كناكد عليها. كذلك المغرب الفاسي، رجاء، بني ملال، التشيره، هما كنعرفوا وما ادراك ما الناس ديال سوس وحبهم لكره القدم. اذا كنا كنتصارعوا واحد مجموعه قويه علينا، خاصه من الجانب المادي. احنا القنيطره او النادي القنيطري وكانت السيوله الماديه، انا كنت ناكد لك اننا كنا ناخذوا شي ورقه ثانيه ديال الصوره. استاذ عمر، من خلال تتبعك لمسار النادي الرياضي القنيطري خلال هذا الموسم، نتكلموا على جانب مهم اللي هو الصفقات. انت في نظرك الصفقات ديال هذا الموسم كانت ناجحه ام خاسره، علما ان اغلب الانتدابات راهي حتى نهايه الموسم؟ انا دائما ضد الصفقات اللي كتكون ديال اول ديال 6 شهور او ديال العام. انا اللاعب اللي ما يجيش ويجلس معايا على الطابلو ويسني معايا 3 سنين ويلتزم بالقانون الاساسي ديال الفريق، ما عندي ما ندير به. ولكن ملي كيجيك لاعب انت ساني معاه موسم واحد، اكيد راه في نهايه الموسم غيبدا يتراخى، ماشي اللاعب اللي شتيه في سبتمبر واللي غتشوفه مثلا في شهر افريل او شهر ماي. اكيد حتى هو الله يكون في العون، لان اللاعب المدخول ديالو من الكره، اذا كيوليو كيخافوا حتى هما على الرجول ديالهم، على السيقان ديالهم، لانهم ثاني عام اكيد راه كان في الفيترين هنا في النادي القنيطري، اكيد غتكون ترقبته بعض الاعيون. وحنا نهار نعطي واحد الخبر حصري هنايا، اين هم ابناء المدينه مثلا؟ لان هذا هو المشكل، ولد المدينه كما كان غيبقى حاصل عندك. هو اللاعب اخر لاعب اللي كان مشى في الميركاتو الشتوي، مشى للزمامره، بومعزه. اين بومعزه الان؟ وقبل منه كان يويو يوسف عربيدي. انا اتكلم على هذا بومعزه، انا ما عمرناش شفناه في النادي، كنا كنسمعوا بومعزه. ولعب رسمي في زمامرتنا. لعب رسمي، دابا كنقول لك دابا الموسم الجاي فين غادي يكون هذا اللاعب؟ راه ملي كيطبع لك عبد الرحيم طالب ويقول لك هذا اللاعب ممتاز وبغيتو، راه داتو اتحاد طنجة. غير ملاحظة سي عمر، في المباريات الأخيرة يعني في التشكيلة الأساسية ديال النادي الرياضي القنيطري تلقاو لاعب واحد اللي هو العميد أشرف برقي، نمشيو للكاميرون كومبوس، أضاف اليوم هدفا ورفع الرصيد ديالو إلى 19 الهدف، وبالتالي يعني تصدر بطولة ترتيب هداف بطولة القسم الوطني الثاني. أكيد أن هذا اللاعب الموسم المقبل ما نشوفوش من هذا القناة. وهي هذه كانت أحسن صفقة، حنا كون داروا على ثلاثة ديال الصفقات بحال هكذا كنظن غادي تكون، ولكن أكيد أن الأزمة المادية كان لها دور في هذه الصفقات، لأن النادي تعاقد مع لاعبين اش نقول لك ربما من درجه ثانيه، ما يمكن لاعبين ممتازين من غير كومبوس والعميد ديال المنتخب النيجيري، مع الاسف ما تصاب وما عاوش الفريق. كانت كتبقى دائما الصفقه ديال الكومبوس هي الممتازه، واكيد ان هذا اللاعب تم التسويق ديالو من خلال النادي القنيطري، لان عده انديه كما ذكرت سي محمد ولات باغا كتطلب الود ديالو. وانا كنظن انا في ظل هذه الازمه اللي كاينه علاش لا نمشيو سي عمر. الفريق عمل بالعيد كرهم ديال الموسم اللي هو المكتب الموسي، يعني غالبا ما تنشوفوش المكتب الموسي في مباريات النادي الرياضي القنيطري، تنشوفو حنا يعني مثلا مسيرين اخرين يوقفوا في جانب الفريق ديالهم، تيتواجدوا بقوه من اجل التحفيز، من اجل الدعم. بالمقابل النادي الرياضي القنيطري يعني دائما تيلعب، الاغلبيه تيكون غير بوحدو. واللي دار هذا الغياب ديال المسيرين ديال النادي القنيطري هو التعادلات. راه وقتاش كيبانوا المسيرين اللي تربح الكاك كتشوفهم كيهبطوا للميدان، اما في ظل التعادلات اكيد راك ما شفتيهمش بزاف، ولكن
الى تذكر معايا ملي كتكون الكاك رابحه راه اول الناس كينزلوا هذا وهما المسيرين، وانا نتمنى على المسيرين يكونوا كيساندوا الفريق في السراء وفي الضراء، ماشي حتى نكونوا رابحين عاد نمشيو نتعانقوا مع اللاعبين. واللاعبين راه بشر، اللاعب راه حساس ولو انه يتعانق معك ديك الهضره، ولكن راه ما كتعرفش شنو عنده، لان ملي كيكون خاسر وما كيسلم عليه حتى واحد وما كيطلع عليه حتى واحد اكيد هذا اللاعب كيتاثر، وملي كيربح كتجي تعانقوا. إذا السي عمر انتهت اليوم مغامرة النادي الرياضي القنيطري في تحقيق الصعود وخيبة كبيرة لجماهير أنصار النادي الرياضي القنيطري. قبل الختام السي عمر، القنيطري عاشت حدثين، حدث مؤلم وحدث مفرح. الحدث المؤلم هو وفاة الفاعل الجمعوي والرياضي والإعلامي المرحوم الأب عبد الرحيم بن طالب. السي عمر، كي تلقيتي خبر وفاة السي عبد الرحيم بن طالب وانت يعني عاشرتي المرحوم عن قرب، تحدثنا على السي عبد الرحيم. فهي اولا صعيب نقول المرحوم، لان مازال انا شخصيا ما كتبغيش تخرج ليا، ولكن مع الاسف هذا الشيء اللي عطى الله. فالسي عبد الرحيم بن طالب كان من خيرة أصدقاء اللي شخصيا كنت أعتز بصداقتهم، كنا نعتبره فيه العم والصديق والأخ والزميل. السي عبد الرحيم كما كنعرفوه دائما سريع الضحك، سريع البكاء، سريع الغضب، سريع الفرح، أبسط شيء كيبكي وربما سي محمد أنا نوض داك المواجع. نعرف الوفاة ديال الوالد ديالك راك شتي يمكن أكثر من العائلة ديالكم، ف رحمه الله، ولكن كيبقى رمزا من رموز الدنيا، لان اول واحد اسس الجمعيه ديال المحبين ديال القنيطره، اول واحد كان خرج شعارات هنايا ديال على النادي القنيطري، هذيك قب يا بوساتي ميكاريال ميكاجوج، وهذيك ديال هدفنا الصعود، فرحيه ارض بلادي، صبحت عندنا فرقه، لا بيع لا شراء، هدفنا الصعود. عبد الرحيم شناه عشرناه كمسير النهضة، كمسير النادي القنيطري، كمحب للنهضة، كمحب النادي القنيطري، دائما حاضر في المدرجات أو في المنصة المغطاة، دائما كنا كنتظروا منه الجديد. مؤخرا من التحق الجسم الصحفي دائما كان كيجيب القفشات ديالو للمنصة الصحفية، كان يمتعنا رحمه الله. اللي يمكننا نقوله أن الله يلهمنا ويلهم داوي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. فعلا تأثرنا كثيرا وجميع يعني الرياضيين والفاعلين الجمعويين بوفاة الأب عبد الرحيم بن طالب المعروف بطيبوبته. رحمك الله سي عبد الرحيم بن طالب وأسكنك فسيح جناني. الخبر المفرح الثاني سي عمر هو فراش الناخب الوطني هشام دقيق، يعني ازداد بمولودة جديدة. هذا خبر صار اول كنعرفوا، وهي مناسبة نتمناو للسي هشام ان هاد البنية تربى في الكنف ديالو، وان شاء الله الله يطول عمره تيشوفها كيتمنى. هشام دقيق رجل الطيب الخلوق الخبير الفيفا مدرب النخبة الوطنية، ولكن رغم هاد التيتر دائما هشام كيبقى داك الانسان البسيط الخلوق اللي دائما حنا لهاد الساعه رغم هاد الشيء كاع اللي وصل ليه، فكنشوفو دائما نفس الوجوه اللي مازال نفس الاصدقاء، انه ما تبدلش هذاك الانسان الشخص اللي ما تبدلش. ومره اخرى مبروك سي هشام الدقيق المولود الجديد. مبروك هشام الدقيق بالمولودة الجديدة، فعلا رجل طيب وإطار مقتدر وخبير الفيفا. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج الحصيلة الرياضية، مبقى لي إلا أن أودعكم ونودع الزميل عمر أشباخ اللي رافقني في تحليل هذه الحلقة. شكرا سي محمد البحري، شكرا سي أحمد عوصار مخرج حلقات، شكرا لمتتبعي موقع كينيترا 36، والى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله، اكيد غتكون الحلقه الاخيره في هذا الموسم، على امل اللقاء ان شاء الله في الموسم المقبل.